أسبوع للوئام الديني أطلقته بعثة الأمم المتحدة في العراق من جامعة الكوفة بحضور شخصيات دينية وأكاديمية ورسمية من ديواني الوقف الشيعي والسني ومن جميع الطوائف والأديان العراقية، على أن ينتقل فيما بعد إلى بغداد وأربيل. والهدف منه بحسب يونامي صياغة رسالة للسلم والوئام، وهو ما يحتاجه العراق بإلحاح. الهدف منه أن نقدم محفل لممثلي الديانات والمذاهب لصياغة رسالة مشتركة يدعون المجتمع العراقي وبصفة خاصة الطبقة السياسية لإيجاد لغة مشتركة بناء على التفاهم والتسامح والاحترام. رئيس ديوان الوقف السني الذي وصف العراق بأنه مستودع الأديان السماوية وصاحب ثقافة التنوع الديني اعتبر أن التضحية بالأقليات ستفقد العراق وثقافة المشرق جمالها ورونقها. إذا تمت التضحية بالأقليات فقدت الثقافة الشرقية، ثقافة المشرق العربي، كل ملحها وكل جمالها ورونقها. المسيحيون والإيزيديون شددوا على أهمية الوئام في تحقيق السلم الأهلي والمصالحة في البلاد، وأن الأمر يتطلب التركيز على الخطاب الديني التسامحي، مستبعدين في الوقت نفسه إمكانية المصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء وفي سبي النساء وهتك الأعراض حسب تعبيرهم. اليوم مثل هذه المؤتمرات مهمة على صعيد التواصل مع الآخر، وبالتالي الوصول إلى مشتركات ممكن نبني عليها. لا يمكن أن نتصالح مع من تلطخت أيديهم بالدماء، ولا يمكن أن نتصالح مع أشخاص هتكوا أعراضنا وسبوا النساء المتواجدين. غير أن البعض أحجم عن الإفراط في التفاؤل، لأن تحقيق الوئام يحتاج إلى قوانين ومعطيات جدية لا تتوفر الآن في ظل الطبيعة الأيديولوجية للأحزاب الدينية المتصارعة فيما بينها حسب قولهم، مطالبين بالعودة إلى تطبيق العدالة الانتقالية. بحسب فهمي للطبيعة الأيديولوجية التي تتبناها الأحزاب الدينية في صراعها مع فيما بينها وفي بعضها البعض، أعتقد أن عملية تحقيق الوئام الديني إلى حد كبير ليست مستحيلة لأنها صعبة. وشهد المؤتمر عدة جلسات نقاشية لشخصيات متنوعة ومتخصصة في مجال التعايش والحوار بين الأديان والمذاهب والأقليات، تخللتها مداخلات من الحاضرين. أراد نصير الحرة النجف والأشرف.